في اليوم 11 للحرب الروسية ومع استمرار الهجمات والاشتباكات في عدة مدن أوكرانية، أعلنت روسيا تدميرها 2203 مواقع للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية، وأشارت إلى أن القوات الانفصالية سيطرت على 11 بلدة شرق أوكرانيا، كما واستأنف الجيش الروسي مهاجمة مدينة ماريوبول و واصل التقدم في مناطق أوكرانية أخرى مع استمرار القتال العنيف حول العاصمة كييف وإلى منطقة أربين شمال شرق أوكرانيا. هزت سلسلة انفجارات واشتباكات مخيمات النازحين، حيث سقطت صواريخ على بعد أمتار من تجمع للمدنيين كانوا بانتظار إجلائهم. من جهتها قالت القوات الأوكرانية إنها أسقطت عدة طائرات روسية وأسرت عددا من طياريها في مدينة ميكولايف وفي تشيرنيهيف وخيميلينسكي، فقد أعلنت حالة تأهب قصوى تحسبا لغارات جوية، فيما عززت القوات الأوكرانية انتشارها قرب الطرق الرئيسية بين ديمبرو وخاركيف. كانت هذه أبرز التطورات في المعارك خلال الساعات الماضية، والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية. Що вчора було з дітьми, кажеш? Погано було. Дітей 200 вивозили, мирне населення, маленькі. Oh, fucking kill. Shit! Shit, shit.